امبارح مشاهدينا تم دخول 20 شاحنة مساعدات لأشقائنا في غزة عبر معبر رفح. الشاحنات دي كانت محملة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية لازمة، ومن المقرر كمان تجهيز عدد آخر من الشاحنات لدعم أهلنا في غزة اللي بيعانوا من نقص شديد جدا في الدواء والأغذية والمستلزمات الطبية بالإضافة للوقود. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، لو حضرتك تكلمنا عن الشاحنات اللي دخلت غزة أمس. صباح الخير يا فندم. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تم دخول 20 شاحنة محملة بالأدوية إلى قطاع غزة امبارح، كان بمساعدة المتطوعين المختصين بالتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، وكان من ضمنهم عشرات من المتطوعين مؤسسة صناع الخير. كنا بنشتغل معتصمين بقالنا أكثر من 8 أيام أمام المعبر، متضامنين مع أهلنا داخل قطاع غزة لفتح المعبر بشكل آمن لدخول المساعدات اللي بتتمثل في أكثر من 2000 طن واقفين أمام المعبر منتظرين لحظة دخولهم. طيب أستاذ خالد، حابين نعرف من حضرتك أكتر على محتويات هذه الشاحنات، يعني هل كان في أولوية أكتر للمستلزمات الطبية والأدوية ولا المواد الغذائية؟ ما حوته هذه الشاحنات امبارح؟ طبعا كانت الأولوية الأدوية اللي كان محتاجينها أهلنا داخل قطاع غزة، لكن كل الحاويات تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات، تتمثل في الأدوية، في المواد الغذائية، في المساعدات الطبية اللي خاصة بأجهزة التنفس أو صواناط الأكسجين، كمان في البطاطين، في المواد الجافة، في الملابس، في العديد من المساعدات اللي موجودة داخل القوافل اللي بتمثل في 106 قافلة واقفين أمام معبر رفح. يعني تقريبا كم طن مساعدات دخل امبارح إلى قطاع غزة؟ هو اللي دخل كل امبارح 20 قطرة كلها محملة بالعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية والحاجات اللي خاصة بالحروق والإسعافات الأولية. طيب أستاذ خالد، برضو حابين نعرف من حضرتك، يعني هل في أي أنباء أو أي أخبار عن دخول شاحنات جديدة عبر معبر رفح ولا لا؟ وكمان سؤال آخر لحضرتك، حضرتك بتقول كنتوا معتصمين لمدة 8 أيام أمام معبر رفح، عرفتوا إمتى أنه هيتم إدخال هذه المساعدات؟ إحنا كنا طبعا في إن شاء الله يعني يتم التحضير والتجهيز لعبور عدد آخر من الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة. إن شاء الله يكون تقريبا في حدود 17 شاحنة تتحرك خلال الساعات القادمة بإذن الله. إحنا كمعتصمين كنا متواجدين أمام المعبر بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة في جاهزية تامة، وكل متطوعين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منتظرين لحظات اعطانا إشارة بس إن إحنا ندخل المساعدات للمعبر، رغم إحنا اصطفينا وقفنا أكتر من يعني مرة. هو في خبر إنه خلال ساعات إن شاء الله وصل لحضراتكم خبر إنه خلال ساعات هيتم إدخال هذه الشاحنات 17 شاحنة زي ما حضرتك قلت. بننتظر هذا ان شاء الله، بننتظر تعليمات كده باذن الله. طب استاذ خالد، يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الحقيقه بيقدم ملحمه كده انسانيه، حابين نعرف من حضرتك ازاي بيتم التنسيق ما بين اعضاء هذا التحالف؟ يعني في جهات كتيره جدا عايزه تدعم اشقائنا في فلسطين، ازاي بيتم التنسيق ما بين مختلف الجهات عشان نوصل المواد الاغاثيه لاهلنا في غزه؟ التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيعمل ملحمه داخل رفح، ودي حاجة يعني بتتحقق لأول مرة، إنه يجمع العديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر أكثر من 35 جمعية، وينضم لها الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومؤسسات العمل التنموي تباعا. طبعا احنا كل مؤسسة منها مثلا مؤسسة صناع الخير بتفتح منافذ التبرع للصالح علينا داخل قطاع غزة على خطوطها الساخنة على رقم 15101، كذلك كل المؤسسات لها على حساب 200 200، كل المؤسسات بتتشابك مع بعضها ويتم التنسيق من خلال التحالف الوطني لتوفير الاحتياجات اللازمه والضروريه لاهلنا داخل قطاع غزه ووصولها امام المعبر. كل المؤسسات ومنها مؤسسه صناع الخير فاتحه بابها للتبرع. كمان احنا اعلنا على قبول كل الطلاب الفلسطينيين اللي بيدرسوا في الكليات التكنولوجيه لمؤسسه صناع الخير، هترعاهم خلال الاربع سنين الجايه وتتكفل بكافة المصاريف اللازمة ليهم. أستاذ خالد، الحقيقة وإحنا بنتكلم يعني عن إدخال المساعدات، إحنا شايفين منظومة كاملة من العمل على قدم وساق من بدء طبعا عملية التصعيد في غزة،
وشايفين كمان زي ما حضرتك قلت يعني متطوعين موجودين، عمال موجودين عند المعبر، سائقين موجودين عند المعبر. عايز أعرف من حضرتك يعني الكواليس للدقائق قبل إدخال هذه الشاحنات أمس عبر معبر رفح، فكرة الوجود والتواجد عند معبر رفح طبعا في لو هنتكلم حتى ظروف الجو، الظروف نفسها ما كانتش سهلة، البيات أو الإقامة في خيم كمان أكيد ما كانتش سهلة، يعني لو حضرتك تنقل للسادة المشاهدين الصورة يا فندم. احنا تواجدنا أمام المعبر كمتطوعين عن التحالف الأهلي العام الأهلي التنموي، كنا بنوجه رسالة للعالم كله ولشعوب العالم إنها تضغط على حكوماتها من أجل وقف نزيف الدم داخل قطاع غزة. كنا بنوصل رساله لاهالينا داخل قطاع غزه ان احنا متضامنين معهم بعدم تهويد القضيه الفلسطينيه وتصفيتها على حساب دول اخرى. كمان احنا موجودين اشقائنا داخل قطاع غزه كتف بكتف لتوصيل المساعدات ليهم مهما كان الثمن، لما متناسين كل الظروف الصعبه اللي احنا متواجدين فيها سواء في المعيشه سواء في الغذاء، كل ده بننساه مقابل لحظه دخول اي شاحنه لاهالينا قطاع غزه للتخفيف عنهم. الجهود طبعا مستمرة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله، وهنشوف طبعا إدخال شاحنات أخرى بإذن الله خلال الساعات القادمة زي ما حضرتك قلت، يعني من المنتظر يبقى في دخول لحوالي 17 شاحنة. حابين نعرف التنسيق مع الجانب الآخر الفلسطيني، الجانب الآخر من المعبر بيتم إزاي لتوزيع هذه المواد الإغاثية؟ طبعا يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام ورعايه اليو ان لاستلام المعونات الممنوحه لاهالينا وهدايانا الممنوحه لاهالينا داخل قطاع غزه، ويتم تنظيمها وتوزيعها على المناطق الاشد احتياجا داخل غزه. بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الاستاذ خالد الشرقاوي عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.